مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم همزه وصل. نتواصل معكم دائما في واحد من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم، بالاضافه لمتابعه لاهم الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخباريه، وطبعا حقيقه هذه الاخبار، ودائما نتابع اهم الترندات على مواقع التواصل الاجتماعي. النهارده هنتحدث عن احدى الشائعات اللي رصدناها. احد الاخبار بيقول ان الحكومه تطور القاهره التاريخيه بطرق عشوائية دون تخطيط، وطبعا نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن، بالإضافة إلى محافظة القاهرة ووزارة الآثار، يعني الثلاثة مجلس الوزراء محافظة القاهرة وزارة الآثار نفوا ما تردد في بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، نفوا أنباء حول تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية دون تخطيط مسبق، وقالوا أنه لا صحة لما تردد، وأنه مشروع التطوير تم تخطيطه وتنفيذه وفقا لأحدث الدراسات الهندسية المتميزة والمتبعة عالميا لإعادة تلك المناطق لرونقها وصورتها الحضارية وبما يليق بمكانتها التاريخية والأثرية، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على المناطق الأثرية والحضارة. طبعا مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية يضيف لأول مرة دراسة تفصيلية عن المقاصد السياحية، مكونات المنتج السياحي في القاهرة التاريخية، وتطور أفكار التسويق السياحي على مدى العقود الأخيرة، بالإضافة إلى دراسة الجانب الإعلامي والاتصال لعمل خطة تسويقية ودعائية لوضع القاهرة التاريخية في المكان المناسبة لها على مستوى العالم. ومعنا للمزيد حول آخر عمليات التطوير التي يشهدها مشروع القاهرة التاريخية الأستاذ شريف فوزي، مدير التطوير بمشروع القاهرة التاريخية. أستاذ شريف تحياتي. تحياتي يا فندم، واهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا احنا مش محتاجين ننفي يعني هذه الشائعه، لان طبعا حاجه بالعقل، يعني احنا بنتكلم على تطوير يبقى لازم ليه خطه. يعني انا مستغرب فعلا من الكلام اللي بيتقال، بس خلينا نتحدث عن، بما ان يعني طبعا ثلاث جهات رسميه نفوا هذه الشائعه، خلينا نتحدث عن فكره تطوير القاهره التاريخيه، ناويين تعملوا ايه؟ والله يا فندم زي ما سيادتك قلت في البدايه، هو افك بين يعني واشاعه مغرضه. احنا في القاهره التاريخيه، الاداره العامه للقاهره التاريخيه وزاره السياحه والاثار، لينا مبدا وسيستم ماشيين بيه يا فندم. احنا ما فيش اي مشروع للتطوير او للترميم او لاعاده التوظيف الا ما بيطرح يا فندم على شركات او مكاتب استشاريه متخصصه بيتم تاهيلها من قبلنا. يعني زي بالبلدي كده يا فندم، بيدخل يتعمل لهم اختبار عندنا من الساده المهندسين الخبراء اللي موجودين عندنا. نعم. فما فيش اي حد بينزل عشوائي الكلام. وبعدين احنا مش بنتكلم عن منطقه عاديه، احنا بنتكلم على منطقه تاريخيه وفيها اثار، يعني منطقه تاريخيه يعني متابعه من كل الدنيا. بص يا فندم، انت بتتكلم على واحد من اكبر مواقع التراث العالمي القاهره التاريخيه، بيتجاوز ال 50 كيلومتر مربع، اللي هي المنطقه الكور زون والبفر زون او الحمايه، والمنطقه الرئيسيه والحمايه بتاعتها. نعم. فاحنا يا فندم ما بنتعاملش غير مع مكاتب استشاريه معتمده، دكاتره جامعه يا فندم هم اللي بيحطوا لنا الدراسات المتخصصه، وبعد كده بيتم مراجعتها، وبعد كده بيتم طرحها على شركات. ما فيش شركات او مكاتب استشاريه بتنزل مشروع ترميم او تطوير في الاداره طبعا الا ما تكون على اعلى كفاءه. يا فندم اقول لسيادتك حاجه كمان، احنا بس احنا كمان بنتعامل مع المجتمع المدني، بيشتغل معانا في التطوير يا فندم. نعم. يعني جمعيات مختصه بالتخطيط العمراني، مهندسين يا فندم رسائلهم وتخصصاتهم من اوروبا، يعني كمان من بره، من مصر ومن اوروبا. طب اسمح لي اشاركك فكره ان احنا بنتكلم برضو على منطقه فيها مشكله، خلينا اشاركك بهذه الفكره اللي طرحها كثير من المثقفين زمان، فكره ان احنا محتاجين نفضي القاهره التاريخيه بشكل ما من السكان ومن الضغط السكاني اللي فيها، ونعيد ليها الشكل الحضاري بتاعها، ما تبقاش منطقه سكنيه، تبقى متحف مفتوح ولو حتى في سكان يبقى باعداد قليله، نعمل الدكاكين زي ما كانت زمان في كل منطقه اثريه. بطبعا احنا عندنا تطورات لكل منطقه، يعني المنطقه الفاطميه، عصر ابن طولون وغيره وغيره وغيره. طبعا انتم بتقابلكم اكيد مشكله طبعا في فكره ان وجود منطقه سكانيه ومزدحمه كمان. بص يا فندم، تمام كلام سيادتك مظبوط، بس انا عايز اقول لسيادتك حاجه. القاهره التاريخيه مش متسجله اثار وبس، القاهره التاريخيه متسجله نسيج عمراني، متسجله اسواق، يعني الناس دي اصلا جزء اصيل. ف
طب احنا بنشتغل على ده ازاي بقى؟ نعم. من ورش التوعيه الاثريه اللي احنا بنشتغلها معاهم. نعم. من الاشتراطات اللي بنحطها بالتعاون مع الحي وجهاز التنسيق الحضاري. انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي احنا شغالين على مشروع جبار والله العظيم، عشان انا بتكلم في التليفون بس عشان عضو في نعم. في المكان ده وانا بطلع بعيني يا فندم، احنا بنعمل حاجه اسمها الاحياء العمراني المرحله الثالثه بالتعاون مع اليونسكو. نعم. مركز هندسه الاثار والبيئه بجامعه القاهره. اعرق جامع كليه هندسه موجوده في مصر، اكتر يا فندم من حوالي 20 موضوع بنتكلم فيهم بخصوص القاهره التاريخيه. انا مش عايز اقول لسيادتك تمام، هو طبعا الموضوع كبير يا استاذ شريف، وان شاء الله نحاول نعمل حوار بشكل ما عن هذا الموضوع نلقي الضوء عليه، وده دورنا اكيد. انا بشكرك، وطبعا احنا اكيد يعني وجودك معانا ينفي هذه الشائعه تماما. وبعد ما كمان رئاسه الوزراء ومحافظه القاهره ووزاره الاثار نفوا فكره تطوير القاهره التاريخيه بطرق عشوائيه دون تخطيط. خلونا ندخل على موضوعنا النهارده، وطبعا احنا تابعنا الايام اللي فاتت ما مرت به مصر من طقس سيء وتغير في هذا الطقس، وبالطبع احنا كنا في حاله غير عاديه. بعض الناس قالت ان طبعا التغير المناخي هو السبب في تغير هذا الطقس وهذه الهزات اللي في الطقس العنيفة اللي احنا مش متعودين عليها، ولكن دائما هناك مشكلة، فهي التعامل من الناس والحكومة مع الآثار السيئة اللي مش عايزين نقول عليها كوارث، ولكن عايزين نقول عليها الغير متوقع في هذه الأمور. هنتكلم النهاردة عن أهمية إدارة الحكومة للأزمات وخاصة الأزمة اللي فاتت. خلونا نطلع تقرير سريع حول هذا الموضوع، ثم نبدأ التواصل مع مراسلينا وأيضا مع ضيوفنا حول موضوع حلقة اليوم. ودائما طبعا تابعونا على همزة وصل إي جي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. حالة من الاستعداد الكامل أبدتها جميع أجهزة المحافظات على مستوى الجمهورية من أجل التغلب على آثار موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد، فضلا عن تواجد القيادات المحلية وسط الميدان. المحافظات شهدت تواجدا مكثفا للوزراء والمحافظين والمسؤولين على مدار الساعة لمتابعة كافة التطورات وسحب المياه وتوفير المعدات اللازمة لمواجهة كافة المشكلات الناجمة عن تساقط الأمطار. في غضون ذلك أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود الحكومة والمواطنين في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد، موجها الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة ميدانيا من قلب الحدث. من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل بتوجيه من القيادة السياسية ودعم من القوات المسلحة ووزارة الداخلية على مدار الساعة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية. مدبولي أكد أن الدولة اتخذت تحركات استباقية لمواجهة هذه الأحوال الطارئة من البداية عبر إقرار الأجازة وتحذير المواطنين وإتاحة الفرصة لأجهزة الدولة للعمل على الأرض وإزالة أي مشكلات جراء سوء الطقس وتساقط الأمطار. كما أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل في خلية عمل واحدة وستواصل تنسيق الجهود لمواجهة الأزمة وحل أي مشكلات بشكل علمي. كان رئيس الوزراء قد دعا المواطنين إلى تفهم بعض الإجراءات الاستثنائية كتخفيض ضغط المياه في بعض المناطق لتخفيف العبء على شبكات الصرف ومواجهة واستيعاب كمية الأمطار المتساقطة. طبعا الصور بتحكي ما تعرضت له مصر بشكل حقيقي. خلونا نتابع على الأرض إيه اللي بيحصل. معانا زميلنا رمضان الشحات مراسل النيل وهو في منطقة الهرم. يعني مساء الخير يا رمضان، في البداية يعني بتابع، أنا شايف وراك عربية شفط المياه، وأكيد أنت متابع الجو على الأرض، يعني مازال برضو في بعض البرك ولكن أكيد طبعا في جهود كبيرة، متابع الموضوع إزاي يا رمضان؟ يعني بالفعل الامر انا اتابعه منذ الامس خاصه، واتابع جهود ومحافظه الجيزه من اجل ازاله بقايا الامطار والتي انتشرت في الشوارع، ولكن هذه الجهود التي تبذلها المحافظه يعني ساعدت الى التقليل من حده انتشارها بالشوارع، وبالتالي اعاده سير الامور الى طبيعتها بالشوارع. لو نظرت من خلفي كما قلت يعني هناك سيارات تقوم بشفط المياه المتراكمه بالشوارع، اضافه الى الجهود الشعبيه التي يقوم بها المواطنين من اجل ازاله بقايا هذه المياه من الشوارع. محافظه الجيزه هي محافظه كبيره تشمل حوالي 9 احياء،
إضافة إلى حوالي 10 من المراكز والمدن، وهي محافظة يعني على حدود تصل إلى 4 محافظات، هي المنوفية وبني سويف والفيوم، إضافة إلى البحيرة. وبالتالي فإن المجهود المبذول في هذه المحافظة يعني جهود كبيرة جدا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. أنا الآن بحي الهرم يتم العمل في هذا الحي، ويتم أيضا العمل بالأحياء الأخرى بالتعاون ما بين هيئة النظافة والتجميل، إضافة إلى شركة المياه والشرب الصحي، من أجل رفع تراكمات المياه بالشوارع، إضافة إلى المواطنين يا رمضان إلى الشوارع الجانبية من أجل إعادة تنظيفها. رمضان يعني طبعا أنت بتتكلم في شارع الهرم في منطقة حضرية وكبيرة، لكن اكيد انت وانت في الجيزه تابعت القرى والمناطق، مش عايزين نقول النائيه، لكن المناطق اللي في الجيزه تابع لها مراكز وقرى كتير، دي بتبقى اكثر تعرض بالذات ان البنيه التحتيه بتاعتها ما بتبقاش مستحمله. يعني هذا في البدايه، انت تابعت اي حوادث في محافظه الجيزه لاي من القرى اللي موجوده؟ يعني احنا شفنا في 15 مايو كان في احدى القرى المياه ازاحت جزء كبير منها. متابعتك للجيزة أخبارها إيه؟ والأمور اللي بتحصل في القرى أخبارها إيه برضو؟ يعني كما تحدثت فعلا أنا موجود بأحي من الأحياء الراقية بمحافظة الجيزة، ولكن الأحياء والمدن المراكز عفوا المراكز والمدن يعني يتم بها العمل أيضا على قدم وساق، ولكن الأزمة في هذه المحافظة هي بمدينة الصف، حيث مخرات السيول والتي امتلأت عن بكرة أبيها. ولكن الأنباء التي وصلت إلي من محافظة الجيزة أن هناك جهود كبيرة من القوات المسلحة إضافة إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة الآثار التي نجمت عن يعني امتلاء تلك الأماكن التي تخزن فيها المياه بالصف، وبالتالي هناك يعني بعض الأضرار البسيطة في بعض القرى المحيطة بتلك المخرات. أما الوضع بمحافظة الجيزة وأنا أتجول فيها يعني بالأحياء، هو وضع مستقر كليا، وحركة المرور تسير بسهولة ويسر، إضافة إلى انتشار رجال المرور الذين يتواجدون في الأماكن العامة والميادين الرئيسة والشوارع الجانبية. أما بالنسبة للأماكن الشعبية فيعني كما قلت سابقا المواطنون خرجوا إلى الشوارع في هذه الأماكن أو الأماكن التي يستحيل فيها دخول هذه السيارات إليها، يقومون أيضا هم بإزالة الأمطار عبر صرفها إلى الصرف الصحي بالشوارع الموجودة بها. إليك. طيب رمضان أخيرا، يعني طبعا المشكلة مش مشكلة مطر فقط، احنا عندنا مشكلة طبعا ممكن ربما يكون في بعض الأماكن أسلاك كهرباء غير مكشوفة، بعض العمارات بيبقى غرف الكهرباء نازلة تحت، ده بيسبب مشاكل للناس. الكهرباء والجهات المختلفة بقى من إنقاذ وإغاثة ونجدة متابعها إزاي في حي الهرم، والرد السريع على المواطنين وحل مشاكلهم؟ يعني بالطبع وأنا بحي الهرم يعني كان معي منذ قليل رئيس الحي اللواء خالد عصر، إضافة إلى وجود رئيس هيئة النظافة والتجميل، هناك غرفة عمليات بكل حي من أجل التفاعل المباشر مع المواطن حال أي أزمة، وبالتالي هناك أيضا غرفة عمليات مركزية بمحافظة الجيزة من أجل التعامل المباشر أيضا لحال أي مشكلة. ولكن يعني حتى الآن لم تتواصل أو لم تتواتر إلي أي أنباء أو أي معلومات عن وجود حوادث بالطرق، وهذا الكلام من غرفة عمليات محافظة الجيزة سواء في الكهرباء أو غيرها من المرافق الأخرى. ولكن يعني في النهاية الأمور بمحافظة الجيزة أمور مستقرة، العمل يجرى على قدم وساق من أجل رفع تراكمات المياه بتلك المحافظة، ليس هناك غير يعني الرياح الكثيفة الشديدة التي حدثت أول أمس يعني ساهمت في اقتلاع أكثر من 70 شجرة، في منها البعض في شارع السودان. غير ذلك لم يحدث أو لم تصل إلي أي أنباء عن وجود إصابات أو وفيات جراء هذه السيول بالمحافظة. نعم، أنا بشكرك رمضان شحات من محافظة الجيزة من منطقة الهرم، متابع للأحداث على الأرض، بشكرك على وجودك معايا. وطبعا مشاهدينا الكرام، يعني أكيد المناطق المركزية في كل محافظة وفي هذه المناطق لحل جميع المشاكل بتكون مرتبطة كلها ببعض، وإحنا بنحاول نحط صورة كبيرة عن ما يحدث وعن
التفاعل مع المواطن، لأن المواطن ويعني حياة المواطن ورفاهية المواطن هي في النهاية هي الأساس. معي دكتور أسامة إناوي، خبير التدريب وإدارة الأزمات. دكتور أسامة تحياتي. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. يوم جميل إن شاء الله. دكتور أسامة، يعني خلينا نكون صراحة، يعني احنا للأسف فكرة التدريب على الأزمات مش موجودة في مصر. يعني انت لو رحت في اي دولة أوروبية او حتى أسيوية وحتى الدول العربية الآن في المدارس بيعلموا الأطفال من رياض الأطفال لما يحصل حريقة يبقى فيها هنعمل ايه، هننظم ازاي، هنمشي ازاي، كل فصل عارف طريقه فين. لما بيحصل عندنا مشكلة في الحتة الفلانية يبقى في حد مسؤول في هذه المنطقة ربما يكون من المجتمع المدني، يعني من السكان بتاعة المنطقة، مع بالتعاون مع الجهات المختصة ينظموا هذه المنطقة ازاي، يتصرفوا في كل موضوع. امتى نبدأ نعمل إدارة أزمات حقيقية للناس، مش كفاية الحكومة يعني؟ تمام. انا بس عايز في البداية عايز يعني اقول للمشاهد الكريم ان لازم نتفق ما بين ثلاث حاجات مهمة جدا يا استاذ حسام. نعم. اول حاجة كلمة الأزمة، سعادتك اتفضلت بالكلام عليها. أزمة مثلا لا قدر الله حصل حريق، المصاعد وقفت، أو عفوا السلالم وقفت، مفيش مشكلة، مفيش مخرج إن أنا أخرج منه. نعم. أزمة استلاعية، أزمة لعلاقة توزيع، دي اسمها أزمة، بيبقى ده غالبا المتدخل فيها عنصر بشري. نعم. في عندنا حاجة تانية اسمها ظاهرة طبيعية نادرة. يعني إيه ظاهرة طبيعية نادرة؟ يعني حاجة بتحصل مثلا كل 70 سنة 80 سنة زي اللي شهدتها البلاد الثلاث أيام اللي فاتت. وفي عندنا حاجة اسمها كوارث طبيعية لا قدر الله زي اللي كان موجود في تسونامي. فمش عايزين بس لأي حاجة بتحصل في البلد نقول عليها إنها أزمة. تعريف كلمة نعم. أزمة معناها إن شيء تم بصنع البشر، حاجة طارئة، هي حاجة طارئة بتحصل على غير العادة. بس أنا لازم أول حاجة كده أقول إيه المسببات. نعم. المسببات دي لو كانت بفعل بشر يبقى إحنا بنتكلم على تفعيل جيد لإدارة الأزمات، لازم إن إحنا نبدأ نمرن الناس عليها. إنما اللي حصل ثلاثة أيام اللي فاتوا دول بيبقى فيهم النهاردة أنا بسميهم مش حتى سوء أحوال جوية ولا كارثة طبيعية، أنا بسميها ظاهرة طبيعية نادرة حصلت. نعم. انما بقى انا اخد الحاجات الايجابيه اللي حصلت منها ايه هي. انت بتحاول تتكلم عن التدريب، انا معاك، الم يكن الثلاث ايام اللي فاتوا دول تدريب جيد للمواطن المصري لما يكون في تصريح من مسؤول ومن جهات مسؤوله اللي كان زمان بنقول عليها عدم الثقه وعدم المصداقيه، وهقولها باسلوب كده بسيط شويه، واحنا هنصدق الارصاد الجويه يا جماعه لما كانت بتقول حاجه صحيح ما كانش حد بيهتم بالكلام ده. حصل يعني حصل مصداقيه مع الناس والناس سمعت فعلا هذا الموضوع، لان لقوا ان الموضوع ده مش في صالح حد انما في صالح المواطن. الحاجه الثانيه ودي اهم بقى وتدريب الجيد ايه هو؟ ان غرفه اداره الازمات هي اسمها كده والكوارث الطبيعيه والظواهر الجويه بدات في بث الاخبار مش من قبل الازمه بساعات. انت عارف اللي يربكك يا استاذ حسام انك انت تقول لي اعمل ده قبلها بساعه تبقى عمليه صعبه جدا، انما كان في تنبيهات من قبلها باسبوع، وبدأ حتى عملية تدرج الوصول المعلومة للمواطن كان فيها تدرج عالي جدا، لدرجة إن أول مرة نشهدها على عبر التاريخ السنوات الماضية إن المواطن المصري سواء المتعلم أو البسيط أو العادي أصبح ودنه موجودة مع جهاز إعلامي قوي بياخد منه المعلومة الصادقة والمعلومة المنتقاة اللي هدفها دايما إنها مصلحة المواطن. نرجع بقى لكلمة الأزمة. طبعا اتفق معاك ان احنا في كل مصالحنا الحكومية احنا عندنا تمثيل للتدريب، ولكن للأسف ما عندناش تدريب. نعم. مش بس في مصر، انا كنت موجود في احدى البلاد الاوروبية لا داعي ذكر اسمها، وكان عندنا يعني زي ما تقول كده ريهرسل او تدريب على اخلاء المبنى لا قدر الله في حاجة يعني حصل حريق. انا عايز اقول لك ان انا انتقدت الست اللي كانت موجودة في الدور لانها كانت بتفضي الدور وهي نفسها كعب عالي واي بي سي كده في قواعد اداره الازمات، اللي لما تحصل ازمه لا قدر الله اي هاي هيل او كعب عالي لازم يتشال وتحط مكانه حاجه طبعا اقدر اهرب بيها. فكلمه التدريب نعم، انما ممكن نستبدل بقى التدريب حاليا بكلمه الوعي. عايزين نرفع درجه الوعي للمواطن. مجموعه المواطنين الشرفاء اللي نزلوا بعربيات الدفع الرباعي وبداوا يساهموا مع الناس كانت عمليه تدريب جيد لاداره الازمات. الناس لما انتفت من قرار قطع المية عشان نخف الضغط على الصرف الصحي دون تذمر والراصد ليه سلوك الناس على الفيسبوك يجب تقبل لهذا الموضوع، ده نوع برضه من التدريب الراقي. فاحنا خرجنا بالثلاث ايام دول بمفاهيم بقى جديده لوعي المواطن، مفاهيم جديده لمشاركه المواطن، مفاهيم جديده ان احنا نصدق بعض يا استاذ حسام ما بين المسؤولين وبين
طيب هنا في برضو بعض الناس ما زالت عندهم مشكلة، يعني مثلا الناس بتاعت المناطق بتاعت التجمع الخامس بيقولك كل بقالنا 5-6 سنين لما بتحصل أمطار زيادة بنقابل نفس المشكلة من غرق المناطق، من المية بتدخل علينا ما بنلاقيش، وشفنا أماكن بتنهار. هم شايفين هل هنا يجب محاسبة المسؤولين عن هذه المناطق عشان لم يتم اتخاذ إجراءات؟ طبعا هم مش هيلحقوا يتخذوا الإجراءات دي قبلها حتى بثلاث أيام ولا ثلاث شهور، يبقى كان لازم في تخطيط مسبق لده. بص أنا أتفق معاك في هذا الموضوع، ودحل الموضوع ده بحاجة اسمها الكود المصري للبناء. للأسف يا أستاذ حسام، أي واحد عنده حتة أرض وعايز يبني مشروع بيجيب رسم هندسي ويبدأ ياخد الشكل الجمالي اللي يقدر يظهر بيه الزبون، إنما البنية التحتية بيحط أي مواد وأي كلام. للأسف صحيح. في التجمع في 6 أكتوبر في بعض البيوت وبعض الفلل في أماكن راقية جدا دخلت المية فيها، بلاش حتى المناطق الراقية. كل الناس دلوقتي على كود الصناعة وكود التركيب، كل الناس اللي مركبة ألوميتال في أي مكان بقى يا مصر دخل مية للشقة بتاعتها. احنا نفتقر الى وجود جهة نقدر تعمل حاجة اسمها الكود الرسمي للبناء. لما حضرتك تروح تاخد تصريح بنا لازم تاخد حاجة اسمها مواصفات، وبالتالي انا لما اجي استلم منك استلم منك بناء على هذه المواصفات. صحيح. خلي بال حضرتك من حاجة مهمة جدا، انت بتتكلم على احياء راقية، لما حضرتك خدت بالك ان في حي زي حي الاسمرات مثلا على المنطقه فيها الناس ساكنه بعدت الحمد لله على مناطق الزلزال ومناطق كذا، انما اتبنى بكود عالي جدا. حضرتك شفت سجلت حالات انهيار او حالات حتى تجمعات. صحيح. لا لان المناطق دي مخططه بشكل حضاري بشكل صحيح. ده انا بتكلم عليه. طب هنا بقى لازم نتكلم على النقطه الثانيه، يعني هنعمل ايه في المناطق سواء القديمه المناطق، عشان كده برضو احنا بنتكلم وسيادة الرئيس اكد قبل كده ان في مناطق عشوائية، وده القرار اللي اتخذه في البداية ان المناطق العشوائية شديدة الخطورة او اللي بتعر فيها خطورة عالية على وجود الناس فيها تم نقلهم زي الاسمرات وغيرها. بالضبط. يعني بالضبط. خلينا نتكلم بقى الوقت ازاي نلحق المناطق اللي هي شبه عشوائية، المناطق الحضرية اللي احنا فيها. يعني كان المراسل معايا من الهرم الدنيا ماشية شوية، لكن في قرى مثلا الجيزة أكيد الوضع مختلف، نلحق نعمل إيه في الوقت ده؟ أنا من سكان منطقة الجيزة، حتى في الشوارع الجانبية للهرم برضو هناك برضو افتقار كبير جدا لحكاية الكود. نعم. يا أستاذ الفاضل من 10 سنوات تقريبا، يعني أيام 2011 كده الناس اخترقت يعني خطوط الصرف الصحي وبدأت تبني بعشوائية وتوصل بعشوائية، هي طبعا في غياب يعني سافر لاحترام القانون. الحل بكل بساطة المباني اللي تم بنائها في التجمعات اللي هي أظهرت بالتجربة الواقعية، يعني سواء كان مطر غزير أو كان ظاهرة طبيعية زي امبارح، يعني أظهرت عيوب وعيوب واضحة في هذا الموضوع، المسؤول موجود، اسم الشركة اللي تم البناء على المبنى موجود، المواصفات موجودة، كل حاجة. الناس دي ما خرجتش ما انتقلتش كوكب تاني، الناس دي موجودة يتم مواجهتها بالحقائق، وعندهم حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ ان يتم اصلاح بنية اساسية تحتية كاملا على حسابهم هم. نعم. هم اللي وصلوا. يبقى هنا احنا بنتكلم على المحاسبة، على المحاسبة. طبعا. نعم. انا بشكرك دكتور اسامة عناوي خبير التدريب. 30 ثانية بالظبط. اتفضل يا دكتور، اتفضل سريعا. استفيد حاجة من ان انا احاسبه احبسه، لا انا عايز احاسبه ان هو يعمل لي يصلح ما تم افساده. نعم. بالضبط. نعم. انا بشكرك دكتور اسامة عناوي خبير التدريب وادارة الازمات، بشكرك شكرا جزيلا. وانضم الي الان الاستاذ شريف خيري صاحب مبادرة انقاذ السيارات المعطلة بسبب المطر. يعني استاذ شريف تحياتي في البداية. طبعا هي المبادرة مش جديدة، هي المبادرة بقالها 3 سنين بعد ما تعرضت مناطق واحنا بنقول عليها مناطق راقية في مصر لمشاكل بسبب السيارات. يعني في البداية فكرة هذه المبادرة وقدرتوا تعملوا ايه في الايام اللي فاتت؟ والله يا فندم احنا عملنا نظام جمعنا فيه بعض على ابلكيشن الواتساب، بحيث ان احنا بنتجمع فيه بشكل تليكوميونيكيشن، نقدر نتواصل مع بعض بشكل اول باول، بنشوف اللايف لوكيشن. نعم. بتاعنا كفريق مع بعض نقدر نتواصل هاتفيا او من على الجي بي اس، بحيث ان احنا نشوف اول ما بيجي اي حد يتواصل معايا على الرقم بتاع الجروب يبلغنا باي مشكله، يبعت لك اللوكيشن بتاعه او منطقته هو فيها، يبعت لنا اللوكيشن. نعم. او بيقول لنا العنوان واحنا بنشوف العنوان ده اقرب حد فينا فيه ازاي على اللايف لوكيشن ونرسله عليه على طول، بحيث ان الوقت بيبقى ازمه جدا وضيق في الجزئيه الخاصه بصعود المطر او
المنسوب بتاعه في اي غرق لاي عربيه، وبيتم التواصل معها ان احنا بنشوف لو الكيس بتبقى محتاجه عربيه او اتنين او اتنين اكتر من عربيه تروح مع بعض وبنتواصل مع بعض. تمام. طيب يعني في البدايه طبعا انا بحييك على هذه الفكره وعلى انكم قدرتوا فعلا تقدموا خدمات للمواطنين اللي انتم ما تعرفوهمش، وده بيدل على ان ما زالت الشهامه في المصريين اللي ناس كتيره بتقول ما عادتش موجوده. وزي ما حضرتك عملت كده في ناس عملت مبادرات، يعني احد الناس انا اعرفهم عنده شقه فاضيه في مطروح، عرض ان اي حد غريب في مطروح محتاج مكان فتح الشقه ليها. بس في ناس بتشكك في المواضيع دي كتير، ليه؟ اسلوب التشكيك ما بيبقاش محبذ بيه غير ان يبقى يكون عند حضرتك دليل على عكس المبادرة او الهدف المعلن. انا لو شايف ان في واحد بيعمل كذا فمش مفروض ان انا اجي اشكك في الهدف بتاعه او النية بتاعته، ان انا اجي اتكلم اقول ان والله هو بيبقى نيته ده لغرض معين او شكل معين، الا لو في بوادر او حاجة مبيتة او باينة ظاهرة عيانا بيانا للقصة دي. لكن فكرة ان انا لمجرد ان انا ما بقتش قادر اصدق او اتخيل ان مثلا في ناس نفسياتها سوية او ان هي عندها الاستعداد او عندها القدرة على عمل الخير، يعني على الاقل بالضبط، يعني من غير اي مقابل او من غير هدف مادي، فدي بتبقى حاجة في حد ذاتها ما بتبقاش سليمة. طيب استاذ شريف برضو يعني خليني برضو اكون يعني مع الطرف الاخر بشكل ما، يعني في ناس كتيرة واحنا عارفين من بعد احداث 25 يناير شفنا كثير من انواع البلطجة في الشارع، سرقات عربيات، حتى الناس اللي بتعمل حوادث بنلاقيهم بيتعرضوا بدل ما الناس تساعدهم بتسرق حاجتهم. فده بيخلي عند بعض الناس نوع من التخوف ان انا ممكن اطلب مساعدة الغريب. يعني ازاي نبدأ نرجع الشعب المصري لفكرة الثقة في الاخر، وان احنا ما زال عندنا ناس تقدر تعمل الخير، وده لازم يكون برضو يعني مربوط معاه بشكل ما تعاون، مش عايزين نقول حكومي ولكن يعني يكون بشكل امني عشان برضو الناس تأمن على نفسها. هو الموضوع مش محتاج شكل امني يا فندم، بشكل امني بمعنى، وانما هي توصيف الشخص او معلوميتي له دي بتبقى كفايه. غير ان انا يعني مثال ان انا لما بيبقى جاي لي شخص معين انا عارف شكله وعارف صفته واقدر ببقى عارف مين الاكونت بتاعه ومين صاحب مبادره كذا، مين الاعضاء بتاعتهم، مين ارقام تليفوناتهم، الناس دي معروفه للجمهور ولا هي بتبقى ناس غير محددة سواء الشكل أو التوصيف أو الظروف؟ لا طبعا بتفرق. للمكان ده حضرتك يعني ما أعتقدش أن في حد مثلا يبقى حد محتاج يسرق حد في عربية غرقانة في وسط المية، لا ما هو يعني من باب أولى ما يروح فخلاص في حتة تكون الظروف دي مأهلة له الموضوع أن الكهرباء مقطوعة بالكامل فاطلع على شقة أسرق، أطلع على عربية أسرق، لكن مش هيبقى مش بحق يعني بيبقى صعب انك تتحرك في الظروف دي اصلا، انت صعب توصل اصلا للمكان ده. شايف تفاعل الناس مع المبادره بتاعتك ازاي؟ يعني مثلا قول لنا مثلا في الفتره اللي فاتت في الثلاث ايام قدرتوا تساعدوا قد ايه؟ التفاعل كان كبير جدا. من اكتر النقط اللي فادتنا بصراحه هي القرار بتاع الحكومه من ناحيه الاجازات اللي تم دفعها، ده كان سهل وجود سهولة وسلاسة، سهل لتقليل البلاغات والمشاكل اللي ممكن تحصل بشكل كبير، فبالتالي سهل للكوارث والخسائر المادية والتلفيات، سهل لنا المهمة بتاعتنا. طبعا كنا نفضل ان بقية الظروف كانت تتوفر على الكل ما يبقاش فيه اي حد خالص، بس كان في بعض الاستثناءات وتم التعامل معها، عملنا مجهود كبير الحمد لله، بس احسن من الاول، احسن من شهر اتنين وتلاتة لما كنا نزلنا تمام وكانت ظروف اصعب من كده طبعا من الزحمة طبعاً وغيره طبعاً. طيب برضو عايز اشوف تفاعل الناس اللي مشاركين معاك اللي هم بيقوموا بالعمل ده، بقيت عدد الفريق مثلا بقى كام؟ المناطق اللي انتوا بقيتوا بتغطوها، يعني اللي انا اعرفه ان انتوا بتغطوا تقريبا الرحاب والمدينتي والتجمع، لكن في مناطق تانية مثلا بنتكلم عليها زي الجيزة، زي المناطق اللي على الدائري المحور الاقليمي، المناطق اللي بتبقى كمان فيها مشكلة ان هي نائية. احنا اساس انشاء المبادرة هي كانت خاصة بسكاننا اللي موجودين في المنطقة اللي احنا فيها من القاهرة الجديدة، اللي هي حدودها بتبتدي من طريق السويس الى طريق العين السخنة جنوبا وشمالا وشرقا من مدينتي لغاية غربا وصولا الى الطريق الدائري، ده المربع بتاعها. المربع بتاعها ده الغرض منه ان هم كل الناس اللي ساكنين في المنطقة دي بيبقوا عارفين افضل مخارج ومداخل وطرق للوصول لكل المحاور بتاعتها.
الموضوع ابتدى ينتشر وابتدى يتشجع فيه ناس كتير من كذا منطقه تانية، من ميت نصر، مصر الجديده، المعادي، اسكندريه، 6 اكتوبر، زايد، جيزه، مهندسين، ودي كلها مبادرات مشجعه جدا. ان احنا اول ما بيجي لنا مثلا اي حد بيجي يتواصل معانا يقول لنا انا عندي مشكله مثلا في صلاح سالم او في ميت نصر، نقدر نوصله لحد من الفرق الثانيه. انا بشكرك يا استاذ شريف، وبحييك طبعا على هذه المبادره، وبحيي كل الفريق اللي معاك، ويعني انتوا بتقوموا بعمل خير، ويعني انا بشكركم على هذه المبادره اللي بتاكد ان المصريين ما زالوا بخير. طيب خلونا نتابع الامر على الارض ونروح لمدينه نصر، وتحديدا في منطقه المنصه. معايا احمد سعد الدين مراسل النيل من هناك. يعني احمد، يعني اخبار الدنيا عندك؟ انا شايف حركه السير ماشيه كويس، الارض بشكل كبير ناشفه، يعني الجهود اكيد كللت بنجاح في هذه المنطقه. بقيت مدينه نصر اخبارها ايه؟ تحياتي لك محمد وتحياتي لجميع المشاهدين. بالفعل يعني تواصل، ما زالت مستمره جهود الجهات التنفيذيه لرفع كفاءه الطرق ورفع بقع المياه من خلال الطرق المختلفة. معكم تحديدا كما ذكرت من أمام المنصة بمدينة نصر، حيث توالي الأجهزة التنفيذية شفط كميات المياه على جانبي الطرقات. كما ذكرت أيضا أن حركة المرور تسير بصورة شبه طبيعية، وتسير وهناك سيولة مرورية على كافة المحاور والميادين هنا بمحافظة بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة تحديدا. كما تابعنا على مدار الأيام الماضية منذ صبيحة يوم الخميس وحتى انتهاء ذروة هذا المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد منذ في الفترات السابقة، يعني جهود الحكومة توالي الأمر أهمية كبرى وتتابع من خلال غرف العمليات المرتبطة بكافة المحافظات والمحافظين للتعرف على كم الأضرار والمخلفات الناتجة عن هذا الإحصار الذي ضرب البلاد. أيضا يعني تقوم الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة المحلية، وحدات الحكم المحلي، وأيضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي في رفع بقاع المياه على جنبات الطرق ورفع كفاءة الطرق، ويعني إعادة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة. يعني هناك العديد من الأبراج الكهربائية التي كانت عرضة للسقوط خلال هذا الإحصار الجوي. يعني هناك جهود من الجميع مبذولة لعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي. طيب أحمد، يعني من متابعتك في الفترة، أحمد من متابعتك لمراكز العمليات في مدينة نصر، طبعا مدينة نصر منطقة كبيرة جدا وأغلبها أحياء راقية ولكن متشعبة، طبعا مشكلة الأمطار مش هي بس زي ما قلت أنت، كمان الرياح الشديدة اللي أثرت على بعض الشجر ووقعت الشجر. يعني رصدت التعامل في مركز العمليات من الأجهزة والفروع المختلفة إزاي؟ يعني بالفعل من خلال لقاء مع رئيس الحي هنا أكد على أنه بالفعل تم الانتهاء من رفع كفاءة معظم الطرق والميادين العامة بالأخص. يعني تم الانتهاء من التأكد من سلامة أعمدة الإنارة والأشجار. كذلك يعني هناك أعمال تتم حتى الآن للتأكد من سلامة هذه الأعمدة الكهربائية. يعني كما ترى من خلفي في هذه الصورة السيولة المرورية في طريق النصر من السيارات والمركبات القادمة من كافة الاتجاهات. أريد أن أؤكد على بعض الأشياء يمكن من خلال الجولة التي قمنا بها في صباح اليوم. يعني رصدنا سير حركة المرور في كافة الاتجاهات بسهولة ويسر، وأيضا تابعنا المواقف المختلفة، السيرفيسات تعمل في المواقف والتي تقل المواطنين في جميع الاتجاهات المختلفة، وأيضا حركة مترو الأنفاق
تسير منذ أمس بصورة منتظمة، وكذلك هيئة السكك الحديدية أعادت حركة القطار إلى العمل مرة أخرى. نعم. منذ أمس يعني الحياة تسير بطبيعتها، ويمكن سوف يتم بمشيئة الله غدا عودة الأعمال سواء القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك المدارس والجامعات، وبمشيئة الله يعني تكون هذه الطرق والميادين الرئيسية في قدراتها العالية وكفاءتها لاستيعاب هذه الكثافات في شتى الميادين والشوارع. نعم، أنا بشكرك أحمد سعد الدين مراسل النيل من أمام المنصة في مدينة نصر، ودعونا ننتقل من مدينة نصر ومن الأرض إلى مراكز دعم القرار. دعونا ننتقل إلى غرفة العمليات الرئيسية في مجلس الوزراء مع مراسل النيل هشام حامد. هشام تحياتي يعني في البداية، يعني طبعا غرفة العمليات كانت متابعة بشكل دقيق و24 ساعة لما يحدث على الأرض. انخلينا الصورة من مركز العمليات، يعني ده رابع يوم تقريبا للمتابعة. نعم، يعني من غرفة عمليات مجلس الوزراء والتي تتابع على مدار الساعة ولليوم الثالث على التوالي أحوال الطقس في عموم محافظات الجمهورية من خلال التنسيق مع غرف العمليات في الوزارات وأيضا غرف العمليات الفرعية في محافظات الجمهورية لمتابعة موجة الطقس السيء التي كانت تتعرض لها البلاد مع تحسن نسبي في الطقس اليوم السبت، وهو يعني اليوم الأخير لهذه الموجة حسب هيئة الأرصاد الجوية، وأيضا التنسيق مع المحافظات من خلال الدفع بالأطقم والمعدات. نعم. لمواجهة أي تداعيات أو أثار سلبية لهذه الموجة. يعني طبعا بالأمس وأول أمس تابعنا يعني تواجد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في غرفة عمليات مجلس الوزراء للمتابعة الشخصية لهذه الموجة وتداعياتها وأثرها، والغرفة والممثل فيها جميع الوزارات والهيئات المعنية بمواجهة هذه الموجة المناخية الغير طبيعية. يعني تتابع على مدار الساعة التنسيق مع غرف العمليات الأخرى والمحافظات للتحرك السريع لمواجهة أي انعكاسات أو تأثيرات سلبية في الشوارع وبشكل ميداني، والدفع بالمعدات لسحب وشفط المياه من الشوارع أو سقوط أي أعمدة كهرباء أو ما شابه نتيجة سرعة الرياح في الأيام. هشام، أنا عايزك يعني تتابعني في فكرة ان في بيانات رسمية من غرفة العمليات سواء بقطع الكهرباء او بقطع المياه بشكل شفاف للناس، عشان وبيقول ان احنا هنقطع كذا عشان كذا. فكرة ايضا تعامل وزارة التضامن مع العالقين في الشوارع من الناس اللي بلا مأوى، متابعة غرفة العمليات هل كانت متابعة لهذا، وايضا بالتوازي انقاذ من يعني تعرضت بيوتهم سواء للهدم او لغيره. يعني فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة التضامن، يعني كان الموضوع الأبرز في هذه الجزئية كانت يعني تأثر إحدى المناطق العشوائية في مدينة 15 مايو بالطقس السيء بالطبع، وتسمى منطقة الزرايب. يعني غرفة العمليات هنا ومجلس الوزراء نسق بشكل سريع مع وزارة التضامن الاجتماعي وفرق الإغاثة بالوزارة والهلال الأحمر وأيضا بعض منظمات المجتمع المدني، وتم الدفع بعدد من الأسرة والبطاطين وأيضا نقل عدد من سكان هذه المنطقة إلى مراكز الإيواء، وطبعا صرف التعويضات القانونية لحين صرف تعويضات أخرى. أيضا يعني هناك بعض المناطق التي تضررت بشكل كبير من هذه الموجة، وأيضا وزارة التضامن تعاملت مع هذا الوضع السيء بشكل سريع جدا. فيما يتعلق بالوضع في المحافظات، يعني كان هناك تواصل بين غرفة العمليات والمحافظات، والذين أكدوا جميعا يعني أغلب المحافظات يعني الوضع شبه طبيعي باستثناء بعض المحافظات الساحلية مثل السويس. بالأمس كان محافظ السويس يتحدث مع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرنس، وأكد أن يعني باعتبار السويس مدينة ساحلية بالطبع، وبالتالي كانت تعرضت لسيول شديدة على مدار اليومين الماضيين، وبالتالي كان هناك غلق لعدد من الطرق السريعة مثل طريق القاهرة السويس والزعفران.
صحيح. العين السخنة، وبالتالي تم عمل تحويلات مرورية وجاري شفط المياه وسحب المياه من هذه المناطق وعودة الأمور إلى طبيعتها. نعم، هشام حامد مراسل النيل من غرفة المتابعة المركزية بمجلس الوزراء، أنا بشكرك شكرا جزيلا. نقلت لنا الصورة، طبعا ناس أكيد بقالها ما لا يقل عن 4 أيام قاعدة بتتابع هذا الموضوع. بشكرك هشام، وبشكر طبعا كل مراسلنا اللي نقلنا لكم الصورة من على الأرض كيف تتعامل الجهات الرسمية مع ما حدث. وأيضا تابعنا أحد فرق الإنقاذ والشخصية اللي الناس عاملاها علشان يتابعوا الناس اللي عربياتهم بتقف. يبقى تعاون كامل ما بين المجتمع المدني والدولة للتعرض لمثل هذه الأزمات الطارئة اللي بتحصل في غير مواعيد معروفة. أنا بشكركم طبعا على متابعة حلقة اليوم من همزة وصل، بقول لكم تحيات فريق العمل وتحيات حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.